المغرب يتولى رئاسة فرع فيينا لمجموعة 77 والصين. ما هي مجموعة 77؟ كيف تأسست وأصبحت تسمى مجموعة 77 والصين؟ ما هي أهدافها؟ لماذا تولى المغرب فرع فيينا لمجموعة 77 والصين؟ تأسست مجموعة 77 في 15 يونيو 1964 بمبادرة 77 دولة نامية عضوة في الأمم المتحدة خلال الاجتماع الدولي للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا. ورغم أن المجموعة توسعت فأصبحت تضم 134 دولة، فإنها حافظت على تسميتها الأصلية نظرا لدلالاتها التاريخية. وتعتبر مجموعة 77 أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة. حظيت مجموعة 77 منذ تأسيسها بدعم الصين سياسيا وماديا، وحضرت اجتماعاتها كضيف الشرف. ورغم أن المجموعة أدرجت الصين كأحد أعضائها، لكنها لم تعتبر نفسها عضوا، وبالتالي أصبح الاسم هو مجموعة 77 والصين. ولمجموعة 77 والصين أهداف مهمة، منها الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الدول النامية، تعزيز قدرتها التفاوضية في كافة القضايا الدولية الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال الإصرار على المساواة مع الدول المتقدمة في الأسواق العالمية، محاربة الفقر واستئصاله من العالم بحلول سنة 2030، محاربة الإرهاب الذي أدخل كهدف جديد منذ 2018. وقد تولى المغرب للمرة الأولى رئاسة مجموعة 77 والصين فرع فيينا في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب السيد عز الدين فرحان. ووضح السيد فرحان خلال كلمته بهذه المناسبة أن مجموعة 77 والصين فرضت مكانتها كأهم منتدى لبلدان نامية في المحافل الدولية، وأنه من الأهمية بمكان أن نبقى معا كمجموعة موحدة تؤمن بالتوافق، وأن التوصل إلى توافق في الآراء غالبا ما يكون عملية شاقة تتطلب جهدا وصبرا وحكمة ووقتا. وأكد على أهمية المجموعات الفرعية الثلاث لمجموعة 77 والصين، وهي مجموعة إفريقيا وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا، للتوصل إلى مزيد من الآراء لتعزيز روح توافق فيينا. كما عبر السيد فرحان عن خالص امتنانه لأعضاء مجموعة 77 على الثقة التي وضعوها في المملكة المغربية لتولي هذه المهمة الهامة. الخلاصة: إذا كانت الدول الأعضاء لمجموعة 77 والصين تشهد تقدما اقتصاديا بدرجات متفاوتة، فإن طموحات الوصول إلى نظام اقتصادي واجتماعي عادل وغير تمييزي لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع، وما زالت دول العالم النامي تعاني من عدم المساواة داخل أروقة الأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.